طب واستفيد ايه من الموضوع ده؟ هو هستفيد ان لو واحد عايز يحجز الميتنج روم دي، واحد تاني في نفس الوقت عايز يحجز الميتنج روم دي، تمام، الكونفليكت ده هو يتهندل بطريقة ما. معايا كده؟ يعني احمد سرحان عايز يدعو مجموعة الاي تي لميتنج روم في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، جم الناس بتوع الاتش ار عايزين برضو يعملوا ميتنج للاتش ار في نفس الميتنج روم في نفس الوقت في نفس التوقيت. معايا كده؟ فلك لا، احنا ممكن نهندل الموضوع ده ازاي؟ لما يجي احمد سرحان يدعو المجموعة لميتنج معين في الوقت الفلاني، تمام، يبلغ الشخصية الاعتبارية اللي اسمها ميتنج روم 1 اللي ليها ميل بوكس، هيبلغها ازاي؟ عن طريق ان هو يبعت لها ايميل، فلابد ان هي يبقى ليها ميل بوكس تستلم عليه الايميلات دي، ماشي. ويقوم الناس بتوع الاتش ار لما يجوا يطلبوا ميتنج، تمام، يقوموا يبلغوا برضو ايه، ها، نفس الميتنج روم عن طريق الميل بوكس بتاعه. فيقوم بقى في عنصر ثالث في الموضوع، عنصر بشري، لابد ان هو يكون عنصر بشري، سكرتيره معينه ليها بريفليج انها تفتح الميل بوكس بتاع الميتنج روم دي وتبدا تشوف الانفيتيشن اللي جاي من دول والانفيتيشن اللي جاي من دول، فتلاقي ان في كونفليكت، فتبدا تخاطب واحد فيهم تقول له خلي بالك ده في كونفليكت، مفهوم ولا مش مفهوم؟ فالعمليه يحصل ايه؟ يحصل فيها ترتيب والكونفليكت دوت يتهندل، ماشي؟ ازاي بقى الموضوع دوت يتم؟ رقم واحد لازم نكريت، ها، ميل بوكس لمين؟ الله يفتح عليك. فانا اقول له نيكست. ممكن بس الاول برضو جوه الاكتيف دايركتوري نعمل ايه؟ نروح جايين مكريتين اويو ونسميها مثلا ريسورسز. ريسورسز معايا؟ ونقول له احنا عايزين نكريت، رايت كليك كده، نيو ميل بوكس، روم ميل بوكس، ماشي؟ نيكست. روم ميل بوكس ده هوت، ده اليوزر موجود ولا يوزر جديد؟ اقول له اكزيستنج يوزر، ده احنا ما كريتناش، اقول له يوزر جديد، احنا كريتنا الاويو اللي هنحطه جواه، ماشي؟ اقول له نيكست. براوز، ارموا لي في الاويو اللي اسمها ريسورسز، عايز تسميه ايه؟ عايز اسميه ميتنج روم 1. ميتنج روم 1، وعايز تديها باسورد، ادي الباسورد، باسورد. ركزوا معايا في الحته دي، الله يكرمكم، ماشي؟ عايز تحطها فين؟ ها، احنا هنا ما عندناش طبعا داتابيز معينه مكريتينها للريسورسز، تمام؟ فهنفترض مثلا ان هي هنا، تمام؟ بس انت برضو بتبقى مكريت ستور علشان تخزن فيها الميل بوكسز بتاعت الريسورسز اللي عندك. معايا عز؟ اوكي. نيكست، نيو، فينيش. حتى بص الشكل اتغير، الشكل اتغير، ما بقاش شكل اليوزر العادي. تعالى نبدا نعمل ايه بقى؟ نعمل حركات ظريفه شويه كده. تعالى نخش جوه الاكتيف دايركتوري، جوه الاتش ار، احنا عندنا اتش ار، ما عندناش اتش ار، هقول له نيو هيومن ريسورسز، وهنكريت هنا اتنين يوزر، واحد اسمه احمد سعيد، ايه سعيد، باسورد، باسورد، وهكريت يوزر تاني اسمه تامر، ماشي كده؟ وهكريت اويو اسمها ادمنستريشن، ادمنستريشن معناها الاداريه يعني، تمام؟ وهكريت جواها اكونت لواحده اسمها ولاء،
ماشي يا شباب. ده المفترض ده ستراكشر بتاع اكتف دايركتوري ماشي. طبعا الناس دي لسه ما كريتلهاش ميل بوكسز تمام. احنا هنا محتاجين بس جوه السيرفر نعمل هيراركي بتاعنا في اتش ار مانجرز وفي اتش ار يوزرز بس ما فيش ادمنستريشن. ممكن نحط اتش ار يوزر ايه لا لسه احنا لسه بنقول يا هادي يا عز في ايه ماشي. هنقول له ايه؟ هنقول له نيو ستورج جروب ونسميها ادمنستريشن. ده اللي بيحصل في الريال انفايرمنت بالظبط يا جماعه. اللي انا بعمله ده هو ده الريال انفايرمنت ماشي. فجوه الادمنستريشن انت المفترض بتكريت ايه؟ ها بتكريت ستور ادمنستريشن مانجرز. الستورج هنشوف الكلام بيتم ازاي. بس يمكن انك تسلكت من جوه الستورج ستور معينه بس هي اللي تعمل لها باك اب. الباك اب ده هنعيش معاه ما تقلقوش. الباك اب ده من اهم المواضيع اصلا في الكورس ماشي. هكريت ستور تانية اسمها ادمنستريشن يوزرز. هقول له نيو ميل بوكس ماشي اكزيستنج يوزرز اد. طبعا هتلاقي الثلاثه دول ما لهمش ايه احمد سعيد ده اهوت. هنحطه فين؟ هنحطه في الاتش ار يوزرز معايا كده. نيكست اكزيستنج تامر عصام ده هنحطه اتش ار مانجر. ولا هنحطها ايه؟ ادمنستريشن يوزرز. بقى عندي سبعة اوبجكتس حلو ماشي. طبعا في الريال انفايرمنت بيبقى عندك يمكن 600 و700 ماشي. هوريك ازاي تعمل لهم فلتريشن معايا. انا كنت وريتك قبل كده قلت له ممكن كرييت فلتر هات لي مثلا الناس داتابيز بتساوي سيستم انجينيرز اوكي ابلاي فلتر يا احمد سرحان وايمن محسن. وبتحتاجها على فكره جامد قوي بنحتاجها ماشي. محتاجها في ايه بقى يا معلم؟ يمكن انك انت هتموف ناس من ستور لستور تاني ماشي. قررت ان انا دلت الستور اللي اسمها سيستم انجينيرز ماشي واحط كل اللي جواها مثلا في النتورك انجينيرز. طب انا هعدي على يوزر وراك كليك عليه واجيب البروبرتيز بتاعته واشوفه موجود في انهي ستور. هي موجوده في الجنرال هي موجوده ان الراجل الميل بوكس بتاعه ها موجود في الحته الفلانيه. طب ما انا اوفر على نفسي واعمل ايه؟ واجيبهم كده وبعدين اعمل لهم سيلكشن كلهم وراك كليك واقول له ايه؟ موف ميل بوكس. ما مش شرط ان انا اكون عارفهم. لا مش شرط ان انا اعرفهم اساسا. المهم ان انا اعرف اوديهم فين. بالظبط كده موف ميل بوكس. بس لا لازم اكون عارفهم. امال هسلكت مين؟ امال هسلكت مين؟ يعني هو في ناس كتير لسه الاولانيه خالص بتاعت الميل بوكس دي منين؟ يعني لو انا دلوقتي شلت الفلتر ده الناس كلها هنا باين عندي 600 يوزر عندي 600 يوزر عايز اعرف ال 10 اللي موجودين في السيستم انجينيرز ستور. هقعد بقى رايت كليك على يوزر واشوف الباث بتاعك يا اما اكون حافظهم كاشخاص انما فرضنا انت